عم تعيش المخيمات الفلسطينية بلبنان ظروف معيشية صعبة تفاقمت بسبب تفشي الوباء والأزمة الاقتصادية اللي بتولد ضغوطات كتيرة على الصحة الجسدية والعقلية للمقيمين والمقيمات داخل المخيمات. ولهيك الإحصاءات الخاصة بمنظمة أبعاد أظهرت ارتفاع بنسبة التبليغ عن حالات العنف الأسري من وقت انتشار جائحة كورونا، ولهيك قامت المنظمة بمضاعفة استجاباتها عن طريق التدخل عن بعد عبر تعميم رقم الخط الآمن على امتداد الأراضي اللبنانية والمخيمات الفلسطينية. عملت المنظمة مع 625 رجل من سكان المخيمات الفلسطينية تهدف إلى رفع التوعية حول مواضيع متعلقة بالتعامل مع الضغوطات بطريقة صحية لا عنفية. كل هالاشياء والضغوطات اللي عم نمرق فيها عم تولد عنا مشاعر سلبية اللي ممكن تؤدي لحال ده يقدر نفس عليها تؤدي لعنف، حتى ما أوصل لمحل عم أتعامل مع ضغوطات بطريقة غير صحية وعنفية، عم بحاول ألجأ للاشياء اللي أنا بحبها. العصبية الزايدة اللي أدت أني أذيت نفسي، أي حدا يحكيني فوراً أفور أضوج أصيح أعصب أخانق.